تفضلي. السلام عليكم. الله يخلي لكم خواتي، رانا في شهر رمضان، نتمنى لكم الصحة والموطن ان شاء الله يا رب العالمين لينا ولجميع كاع المسلمين. نتمنى منكم خواتي راكم تشوفوا الحالة كيراها، نتمنى فيما منكم الصحة بأرواحكم وديروا الوقاية تاعكم الكاملة ان شاء الله يا ربي، واستحضوا وتهلاو وقعدوا في بيوتكم ليكم ولولادكم ولأزواجكم وللجميع ولمواتكم. هذه خواتي نصيحة لكاع جميع المسلمين ان شاء الله. بالنسبة لي انا راكم تشوفوا كيراها، رانا قاعدين على هذه الوقاية. ليس هذا خاطئ وصحة مضاعفة.